الخير. بداية نتقدم بالشكر الجزيل لكل من عمل على تهيئة هذا المقام العلمي لتناول هذه السرود المصرية ولكشف عن جماليتها. المداخلة التي أشارك بها عنونتها كما قالت السيدة الرئيسة بذاكرة الفقد وأسئلة الكتابة، قراءة في رواية طي الألم لهالة البدري، على اعتبار ما يشكل هذا النص من التباس أحاول أن أقترب منه لكي أبحث في هذه الجمالية المؤسسة لما أسميته بالتباس النص على مستوى الأجناس. تتأسس العملية السردية في طي الألم لهالة البدري على الذاكرة، فالساردة وهي البطلة وهي كاتبة تروم أثناء عملية الكتابة استرجاع ذكرى فقد الزوج أحمد بما يمثله هذا الفقد الفادح من ألم بالنظر إلى حالة التعالق الشديدة التي ربطت بين الزوجين في الماضي. من ثم تستعيد الذاكرة السردية الزمن باعتباره عالما كان، بهذا يتشكل الفقد بوصفه محورا لعملية التسريد، لأن الساردة تسعى إلى إعادة بناء الذاكرة سرديا بما تمثله من حضور، هذا الحضور المتعذر راهنا في ظل الرحيل المفاجئ لأحمد الذي أصيب بمرض عضال أدى إلى أن ينهي مسيرته الحياتية. وهنا تكمن أهمية الذاكرة في الربط الجدلي بين ما أصبح غير موجود وما حدث فعلا. ولأجل ذلك استندت هذه الرواية على الميتا سرد بوصفه آلية رئيسية لكتابة هذا الفقد الفادح وبيان آثاره على الذات السردة الممتهنة لفعل الكتابة. من هنا اقترنت الكتابة بالفقد، إن السردة المكتوية بلظى الفراق تحاول جمع شتات ذاتها المتشضية بفعل الكتابة، إذا كتستحيل الكتابة بوصفها سبيلا نحو تجاوز أزمة رحيل الزوج. تقول السردة: تسافر روحي إلى حيث لا أعي، تصمت الأصوات وتتركني خاوية، لا أعرف إن كان ما أشعر به هو حزن أو ذهول عن الحزن، يأخذني إلى الافتتان باللا زمان واللا مكان الذي لا يشوبه شيء، إلى الاختفاء في الأسطورة التي أنتجت طرائق مذهلة للتأقلم مع الموت. وفي مقطع آخر تقول: فتحت غرفة نومي وجدتها هادئة، ذهبت إلى الشرفة حيث اعتاد الجلوس مساء وفي أيام العطلات على كنبة نطلق عليها كنبة الكسل، ينتظرني نائما فوقها في الليالي التي أتأخر فيها في العودة. إذن هكذا تسترجع الذات أحمد باعتبارها ذاتا غائبة غيبها الموت. انطلاقا من ذلك يمكن أن نتساءل: كيف انعكس هذا الفقد على الذات؟ ما آثاره؟ وكيف السبيل لتجاوز هذه الانعكاسات؟ ما الدور الذي تلعبه الكتابة ضمن هذا المسار؟ وما أبعاد هذه الكتابة؟ وكيف أسهمت هذه العناصر المجتمعة في تحقق النص الذي بين أيدينا على اعتبار تحققه باعتباره رواية ضمن الإطار الأجناسي الذي اختير له؟ أولا، الفقد مولدا للاغترار. كان لواقعة موت الزوج أحمد الأثر الكبير على الذات السريدة البطلة، إذ إن الذات لم تستطع تقبل الأمر، فأحدث الرحيل صدمة مدوية هزت كيانها، مما ولد لدى الذات إحساسا رهيبا بالاغتراب باعتباره حالة انسحاب ولا مواجهة تؤدي بالإنسان إلى عدم التمكن من استمرار في علاقاته، فيحاول الانسحاب أو الهرب باحثا عن فرصة أخرى للخلاص من الوضع الذي يعيشه. إذن استعين هنا بمفهوم الاغتراب كما أرساه حليم بركات في كتابه الاغتراب في الثقافة العربية، وقد بين أنماط هذا الاغتراب بالوقوف عند الاغتراب في تعريف ماركس، وأيضا عند المدرسة الوجودية اقتبست هذا المفهوم باعتباره تجلي من تجليات التجربة الوجودية. إذن تقول ذات الكاتبة: سأنتهي من هذا قريبا، ينزل كل موقف فوق صدري مثل مطرقة تمنعني من التنفس بحرية، كيف أدخل البيت بهذه الحالة، الكل متعب أبتلع المرارة، وكل أمل أن أصل إلى سريري دون أن أكلم أحدا حتى أهدأ. وتزداد فداحة اغتراب الذات في محيطها بسبب هذا العجز الذي يجعلها غير قادرة على أن تصرخ معبرة عن ألمها إزاء فجيعة الفقد، فهي الأم التي من المفترض أن تكون الأقوى والأقدر على مواجهة هذا القدر المحتوم. تقول السردة: كيف أبكي
أمام عيون تحدق بي أو أتحدث إليه بصوت عالي دون أن يتصور المحيطون أني فقدت عقلي أو أحكي له ما جرى بصوت هامس حتى لا تبقى هذه الأصوات داخلي تبحث عن انفجار في الأحشاء. هكذا تتضاعف معاناة البطلة وهي أمام خيار من المشاعر المؤلمة المرافقة لحالة الاغتراب المدمر، إذ تتداخل أحاسيس المسؤولية والقلق والعبث والغربة والعجز واللانتماء. إذن بعد أن رصدنا هذه الحالات التي انتبهت الذات الشاعرة، هي حالة نفسية قوامها الاغتراب المرتكز على الفقد، يمكن أن نتساءل إلى أي مآل أدى هذا الاغتراب بالذات. ودائما بالاستناد إلى تلك المآلات التي أرصاها حليم بركات يمكن أن نستنبطها من هذا العمل. أولا، مآل لا مواجهة، ذلك أن الكاتبة حينما نتأمل أو السرد الحاضرة في هذا العمل، حينما نتأمل طريقة تعاملها مع ذاتها ومع محيطها نجد أنها نزعت إلى اللامواجهة أو إلى الانسحاب، فهي تحاول دائما أن تبتعد عن المحيط سواء الأسرة الأم أو الأبناء أو حتى العمل، لذلك فهي تنعزل لأنها لم تستطع تقبل وفاة الزوج، لذلك كانت اللامواجهة مآلة من المآلات السلوكية التي أدت إليها الذات. ثانيا، العجز، فالذات أصبحت عاجزة عن القيام بمهامها، لم تستطع الكتابة على اعتبار أن الذات السردة هنا كاتبة، وبالتالي تمنعت الكتابة وعجزت عن مواجهة الحياة. في هذا تقول: ما زلت أجد صعوبة في إعلان وضعي الجديد، ليس بسبب الذكريات المؤلمة وحدها، ولكن بسبب ردود الأفعال التي أتلقاها. لا أدري لماذا يندهش البعض دون محاولة واحدة لإخفاق هذا عني. فالعز هنا عز عن إثبات الهوية الجديدة على اعتبار أنها أصبحت أرملة، وبذلك فهي تتهرب من هذه الواقعة ومن هذه الحقيقة التي أصبحت واقعا، لذلك هذا يشكل مآل من مآلات الاغتراب الذي ألم بالذات، وهو المآل الثاني إضافة إلى مآل العجز كما قلنا. يمكن تفسير هذا الاضطراب الناتج عن الوضع الهويتي الجديد بما قدمته الناقدة خالدة سعيد. تقول خالدة سعيد عن المرأة: فالمرأة في العالم العربي تحدد إما باعتبارها زوجة فلان أو بنت فلان أو أم فلان. ما هي المرأة؟ هي أنثى الرجل، إذ ليس لها وجود مستقل، إنها الكائن بغيره لا بذاته، ولأنها كائن بغيره فلا يمكنها في إطار الأوضاع التقليدية أن تعيش بذاتها، لا هي تشعر بالاكتمال بذاتها ولا المجتمع يقبلها ككائن بذاته. إنها المثال النموذجي للاغتراب، ذلك أن واحدا من أبعاد شخصيتها يطغى على سائر الأبعاد، وهو هنا البعد باعتبارها تابعة أو باعتبارها مرتبطة بالآخر وهو الذكر في غالب الأحيان. إنما آلات الاغتراب باعتباره متولدا عن الفقد لا تقف عند المواجهة أو العز، وإنما تمتد إلى مآلات أخرى حسب حليم بركات يقول: ومن بين تلك الاحتمالات، أي احتمالات مآل الاغتراب، الهجرة أو العزلة أو التشرنق أو التسامي بالإبداع في مجالات مختلفة أو اللجوء إلى التوهم. لذلك يتشكل الإبداع باعتباره مآل من مآلات حالة الاغتراب، ذلك أن المغترب يتسامى عن وضعه، فإذا كانت مرحلة المواجهة لا مواجهة تشكل نوعا من العجز، وأيضا العجز يشكل نتيجة لهذا الاغتراب، فالحالة الثالثة هي حالة الإبداع، وبالتالي تتجلى في هذه الرواية التي أمامنا الكتابة باعتبارها أفقا لهذا الاغتراب، وتصبح الكتابة مظارا للاشتغال من أجل تجاوز حالة الاغتراب. ينطرح موضوع الكتابة ومستلزماتها في هذا العمل بقوة، وذلك مرده بالأساس إلى حالة التطابق بين الذاتين السردة والمؤلفة. إذن هنا نعود إلى أن نفتح مجالا يتعلق بتشكل هذا النص باعتباره رواية وفق الاختيار الأجناسي الذي اختارته الرواية الروائية. فالرواية اختارت أن يكون هذا العمل مجنس ضمن رواية، ولكن حينما نتأمل هذا العمل من خلال المؤشرات الداخلة والمعينات الداخلية نجد أن هذا العمل يمتزج بين ما هو سيري ذاتي وبين ما هو تخيلي، وهذا ما يشكل أن البطلة هي في حد ذاتها الكاتبة. ولذلك هناك نوع حسب فيليب لوجون من خلال الميثاق الذي يتحدث عن البحث عن معينة السيرة، هناك نوع من التطابق
بين المؤلفة والسردة، وهذا نجده حينما تتحدث السردة عن وضعها باعتبارها كاتبة وأنها تحاول أن تكتب رواية وأن لها روايات، وهي الروايات التي تضع عناوينها في الحقيقة هي روايات لهالة البدري، وبالتالي سنجد هذا التطابق بين السردة وبين الكاتبة المؤلفة هذا هالة البدري. من بين الحديث عن مستلزمات الكتابة نجد قول الكاتبة: في الصباح التقيت بعض الكتاب بسرعة أثناء تحضيري للقهوة في المطبخ، تبادلنا التحيات في بهجة، وكل منا يدرك أننا ننتمي إلى هذا الحق، إلى هذه الفئة من العالم المشغولة بالبشرية، بتأمل مشاعر الإنسان، بإحلامه، بإحباطاته، بمصيره بالعبث المحيط به. يعكس هذا المقطع تصور السردة اللي هي البطلة لتصورها لفعل الكتابة، فالكتابة بالنسبة إليها هي انتماء إلى فئة من الناس يهتمون بمشاعر الإنسان، بإحلامه وإحباطاته وبمصيره. لذلك فيرسي هذا المقطع التصور الذي تنطلق منه الذات لفعل الكتابة، فالكتابة تأمل لإحساسات الكائن البشري الإنسان لتعقب أحلامه ورصد خيباته واستشراف مصيره بما يحيط بهذا المصير من عادات. هكذا يتشكل مفهوم الكتابة عند السردة البطلة الممتهنة للكتابة باحترافية، فهي تداوم على كتابة المقالات حتى في أحلك الظروف في مرض الزوج مثلا، يمكن أن نميز بين أسئلة الكتابة في هذا النص بين نمطين من الكتابة. الكتابة باعتبارها مهنة وهي التي تداوم عليه الكاتبة ولا تنقطع، وهي كتابة المقالات في الصحف، على اعتبار هذا يشكل جزءا من هوية ذات الكاتبة وهي السردة في نفس الوقت. ثم هناك البعد الثاني وهو الكتابة الإبداعية باعتبارها رصد للأحاسيس والانفعالات الذاتية إزاء الواقع وما يحيط به من العبث. هذه الكتابة الثانية هي التي ستتمنع، لأن الكاتبة في حالة اغتراب، وبذلك ستحاول أن تواجه هذا الاغتراب من خلال كتابة نص إبداعي يؤرخ لهذا الفقد، تحاول أن تكتب الفقد، ولكنها ستلامس نوعا من العراء، تلامس نوعا من عدم القدرة على الكتابة بسبب هذه الحالة النفسية. تقول الكاتبة: أخربش الورقة بأفكار تبدو كل منها وكأنها فكرة مستقلة بذاتها، وتبدو أحيانا أخرى كأنها تحفر خطوطا غير متوازية تماما، لكنها توحي لي بأنها ستلتقي في وقت لاحق. تتحدث السردة هنا عن تمنع الكتابة في فترة سابقة، فهي أفكار متناثرة لا يجمعها رابط. إذاك استحالت الكتابة بما هي فعل نسق منظم منسجم حامل لدلالة ما قادر على إحداث الأثر ونقل الإحساسات، إلى محاولة صعبة لا يمكن اقترافها. فما هي محددات الكتابة لدى السردة الطامحة إلى اقتراف الحرف لمواجهة اغتراب الفقد؟ إذن لمواجهة اغتراب الفقد يصبح أو تتجه السردة إلى الكتابة من أجل هذا التفريغ أو التنفيس، بعبارة ميلانشو. الكتابة لا تتحقق لهذه البطلة إلا بشروط. أولا الكتابة عزلة. تقول الكاتبة: أريد الانفراد بنفسي وأحمد لكي أعي ما حدث لنا، لقد مرت الأحداث بسرعة وأنا لي أن أتأملها. إذن لا يمكن أن تتحقق الكتابة للذات هنا إلا بانزوائها بعيدا، بالنظر إلى أن الكتابة بالنسبة لها تتحقق في ظل الانزواء. تقول: أنا في حاجة إلى العزلة. هذا المحدد الأول. المحدد الثاني الكتابة باعتبارها مواجهة. تتبدى الكتابة بوصفها مواجهة لأن السردة تريد أن تتخطى مرحلة الاغتراب بوصفها مرحلة عجز، إذاك لا منص من اقتراف الكتابة لتجاوز هذا الألم الفظيع، وهذا يتماشى مع العنوان طي الألم. لطي الألم لا بد من الكتابة لتجاوز هذا الألم الفظيع الذي سببه الفقد، لكن التحدي سيظل صعبا أمام السردة بالنظر إلى أن الخطر مضاعف. إن الكتابة باعتبارها طقسا إبداعيا له شروطه يعتبر أمرا صعبا بالنسبة للذات حتى في غياب الفقد. تقول السردة: رحت أسأل نفسي إن كنت أترك كل هذه الأوراق وأستعد لكتابة شيء جديد تسفر عنه المواجهة، أدركت أنني أضلل نفسي بالوقوف وسط المتاهة، وتذكرت أحمد ومقولته الشهيرة: أنت تتهربين
من الكتابة وجهها أفضل. يعكس هذا المقطع أن الكتابة لم تصبح بمثابة أمر صعب فقط في ظل الفقد، ولكنها كانت صعبة حتى قبل عملية الفقد. فهذا النص الذي تتذكر من خلاله مقولة أحمد كيف كان ينبه إلى أنها تخشى الكتابة، يبين أن الآن أصبحت عملية الكتابة معاناة مضاعفة. أولا لأن الكتابة في حد ذاتها ألم، ثانيا لأن هذه الكتابة الآن ستتماس مع ما تسميه السردة المنطقة الحرام، وهي منطقة استرجاع ذكرى أحمد، على اعتبار أنها حينما تستعيد ذكرى أحمد ستقوم بفتح جرح الفقد، وبالتالي لا يمكن أن تقدم على الكتابة. ومن هنا بالنسبة إليها تجسدت الكتابة في حد ذاتها باعتبارها مواجهة، ستواجه ذاتها وستحاول أن تتخطى هذا الأمل، أن تتخطى هذا الألم. ثالثا الكتابة باعتبارها سفرا وتأملا. تقول الكاتبة: نعم سأواجهها في هذا القصر الذي سمعت الكثير عن روعة مكانه. إذن تحققت الكتابة أنها أصبحت قادرة على أن تكتب سيرة أحمد الغائب نتيجة الفتح، استطاعت أن تكتب من خلال رحلة قامت بها من بسبب تلك المنحة التي كانت قدمت إليها للسفر إلى سويسرا. بالتالي أصبح هنا السفر محركا لفعل الكتابة. تقول: سوف أخرج لأنني سأحاول أن ألتقط ذاتي من بين ركام الأوراق، ورحت أستعد للسفر. لذلك فمحددات الكتابة تنتقل من هذا السفر، والسفر هنا نوعان: سفر مادي على اعتبار حالة الانتقال إلى سويسرا، وسفر معنوي حينما تقول: لم ينقطع المطر منذ الأمس عصرا في الحجرة التي تطل على الحديقة والوادي ونستعملها للعشاء، أحببت موقعها أجلس فيه للتأمل والكتابة معظم نهاري. إذن فالكتابة هنا باعتبارها سفرا، سفرا في الذاكرة، وتعود إلى نبش حالة الفقد. من هنا يكون هذا البعد الثاني للسفر باعتباره سفرا ماديا وسفرا معنويا. إذن هنا يمكن أن نلخص بأن نقول إن الكاتبة ظلت ملتزمة بذلك التصور النظري الذي طرحته في هذا الكتاب نفسه، حينما تحدث عن أن الكتابة رصد لانفعالة الذات في حالة الحزن وفي حالة الفرح، وكتابة للعبث، وبالتالي هذا الكتابة في حد ذاتها ترجمة لهذا التصور إذا أردنا أن ندخل إلى هذا العمل من هذه البوابة. لم يتبقى كثير من الوقت، وأمامي كثير من الأمور التي يجب أن أشير إليها، سألخصها في شكل عناوين. في مآلات الكتابة وما بعدها، أو في كيفية الخروج من حالة الاغتراب، إن تعاطي الكتابة ومحاولة كتابة نص عن الفقد أدى إلى مجموعة من النتائج التي يمكن أن تحقق ما يسمى بالوصول إلى بر الأمان في علاقة الذات بنفسها وبمحيطها. فالكتابة خلفت نوعا من الرضا عن الذات بعد الوصول إليها وتحدي الذات في معيقات الكتابة. تقول: أكتب إلى الواحدة ثم أتوقف لأحصل على وجبة خفيفة. الكتابة تنعشني، تشعرني بالرضا رغم صعوبة مأزق مواجهة الألم. هكذا تتحقق الكتابة باعتبارها خلقا لتوازن نفسي، فتشعر الذات أو تشعر الذات بنفسها وتحس بذلك الامتنان، وتسترجع هويتها المفقودة على اعتبار أنها كانت غير قادرة على أن تعترف بوضعها. هكذا تحقق الكتابة البعد الثاني وهو الاعتراف، حيث تعترف الذات بنفسها باعتبارها ذات أرملة. تقول: شعرت براحة حين أعلنت أني أرملة أمام مجموعة التقيتها لأول مرة. هكذا أسهمت الكتابة في ترميم الذات وبناء الهوية الجديدة والتصالح معها من خلال فك هذه العقدة التي كانت تلازمها. المآل الثالث هو القبول، وذلك أن الذات حينما تشعر وضعها ستقبل بوضعها باعتبارها وحيدة. تقول: تعامل الرجال معي كثيرا بعد مرور السنين، الآن على موت أحمد أصبح التعامل معي كامرأة وحيدة لم أنتبه من قبل بما يكفي لكي أدرك أن العالم مليء بتجارب وأشكال اجتماعية أخرى غير الزواج. أدركت أن عالم النساء الوحيدات
أو الرجال الوحيدين أيضا يتشكل باعتباره وجودا حقيقيا. إذن المآل الرابع التعايش، وذلك بالانخراط في المجتمع وتكوين الصداقات والاندماج فيه. ها أنا وقد أصبحت في قلب الأشكال الأخرى غير التقليدية التي تكون منها المجتمع، صحبة نوع خاص، صحبة من نوع خاص، تواصل إنساني، تفاهم على مستوى عال. إذن يمكن أن نجمل وألخص هذه العملية التلازمية بين الفقد والكتابة من خلال ما يلي: الفقد ولد الصدمة، الصدمة آلت إلى تيه ونوع من حالة العجز المتولد عن هذا الاغتراب، مما أدى إلى وجود حالة وحدة. هذه الوحدة أثمرت عنصرين: إما القدرة على المواجهة بالكتابة أو لا قدرة والبقاء انزواء وعيش نوع من حالة الكمد والألم المستمر. تختار السيدة الكتابة وبالتالي تتحقق المصالحة وتتأسس الهوية الجديدة للذات. كيف كتبت؟ باختصار شديد، كيف كتبت هذه الكاتبة هذا الفقد؟ ارتكزت على مجموعة من الاستراتيجيات وهي تكتب ذاتها، وهذه الاستراتيجيات هي ما اسميته بالارتكاز على التصادي، وهو نوع من التقنيات التي من خلالها تذكرت أحمد واسترجعت سيرته باعتباره ذلك الزوج الذي عانى في فترة مرضه، وكان ذلك من خلال الموقف المرآوي. فكانت وهي في القصر الذي فيه منحة الكتابة تحاول أن تخرج لكي تنفس عن ذاتها وهي تكتب، كانت تقع في مواقف، وهذه المواقف من خلالها تبني استراتيجية الذاكرة. وكان هناك أول يسمى بالموقف المرآوي أو الشخصية المرآوية. إذن من ذلك يمكن أن نقول كيف تحققت الكتابة وكيف تحقق هذا النص، على اعتبار أنه نص روائي اختارت له الكتابة جنس الرواية. هنا كما قلنا هذا الكتاب أعطي الكاتبة من خلال خاتمة التي أبدتها فيه أنها لا يمكن أن تخلو، أي هذه المدونة السردية التي أمامنا لا يمكن أن تخلو من حضور سيرتها الذاتية، ولكنها اختارت إطارا إجناسيا هو الرواية. لماذا اختارت الرواية؟ في هذا الباب يقول محمد الداهي إن اختيار الرواية لتضمينها أشياء من السيرة الذاتية ناتج عن أمرين اثنين، ذلك أن الرواية يمكن أن تكون أكثر قدرة على أن تمنح الكاتب الإمكانية على التحرر من الرقابة الذاتية التي تمنعه من البوح بأسرار وحقائق وبواعث يمكن أن يمنعها المجتمع. ثم أن الكتابة وهو الأساس، الكتابة حينما تكون سيرة ذاتية تكون أمام إكراهات الواقع، وبالتالي تنزح إلى نوع من الحقيقة المجردة من الجمال. لذلك اختارت الكاتبة رواية لأنها استطاعت أن تعيد كتابة السيرة انطلاقا من الحيل الروائية التي يمنحها لها اختيارها الشكل الروائي، وهذه الحيل ارتكزت أساسا على الميتا رواية وعلى استدماج الفنون. فنجد هنا الكتابة بالرسم، ثم تقنية الأسلوب السينمائي، ثم أيضا مجموعة من التقنيات الأخرى المرئوية وغير ذلك. هكذا يمكن أن نقوم بتأمل كامل لهذا النص ونقول إن الكاتبة استطاعت أن تدمج سيرتها الذاتية في الرواية من خلال هذه الثنائية المرتكزة على الفقد والكتابة لكي تؤسس نصا جديد امتد عبر الزمن. حينما نعود إلى تاريخ هذا النص نجد أن الكاتبة أرخته في مستوى انتهائه على مستوى تاريخين: التاريخ الأول سنة 2003، يعني هذا النص انتهى بين القاهرة وجنيف سنة 2003، لكن هناك تاريخ آخر هو 2020، بما يعني أن الكتاب استمر معها لمدة طويلة من الزمن، وهي تقوم بما يسمى بإعادة الكتابة، أي أنها أعادت كتابة السيرة التي انتهت 2003 واستحالت هذه السيرة رواية ببعدها الجمالي المتعدد. وشكرا جزيلا، وأعتذر السيد الرئيس على الإطالة. شكرا محمد عزيز الورقة التي كانت حول ذاكرة الفقد وأسئلة الكتابة قراءة في رواية طي الألم لهالة البدري. وأقول للأستاذة سلمى برهبة أننا كنا على صواب عندما تحدثنا عن الباحثات والباحثون، لأن تبارك الله على محمد آه
عزيز تحدث أو تناول ورقته بعمق وبحماس كبير جدا، وتعذر علي أن أعطيك تلك الورقة التي تشير إلى نهاية الوقت، رغم أنني كنت أستمتع في قراءتك. شكرا على القراءة النقدية العميقة والجميلة جدا. وفي الكلمة للباحثة بشرى قانيت التي ستكون ورقتها حول أصوات الذات بين هاجس الكتابة وأفق التلقي في نص هجره أبطاله لدينا محمد عبد السلام، فلتتفضل.